يعطيكم العافية. اليوم جايبين لكم تشكيلة من الشركة الأمريكية تكميت، وبنعطيكم فكرة عن ميزة وأهمية القطع اللي تشوفونها قدامكم. في البداية راح يكون في منها أحجام ومتوفرة بأكثر من لون. طبعاً أول حجم عندنا، أول اللي تشوفونه قدامكم، راح يكون معاه قطعة المايكرو فايبر عليها شعار الشركة، وأيضاً متوفر بأكثر من رسمة وأكثر من حجم وأكثر من ماتيريال. طبعا الماتيريال هني جدا عالي، صناعة أمريكية، متوفر منه وايد أشكال. طبعا هذه صورة على سبيل المثال، لكن فكرة التكميت الأساسية من شركة التكميت أن أغلب موديلاتهم هي موديلات أسلحة. فعندنا مثلا هذا السايز الثاني، هو مخصص حق سلاح الـ AK-47. هني راح يكون موضح لك جميع القطع الموجودة بالسلاح بالإضافة إلى أسمائهم، فهذا يسهل أثناء وقت التنظيف إذا بتجمع سلاح أو شيء معين. هذه فكرة شركة تكميت الأساسية. فعندنا نفس ما ذكرنا هذا ثاني حجم، وأيضا معاه قطعة المايكرو فايبر الناعمة. روح على طبعا الأحجام الأكبر، ففي البداية راح يكون معاها مايكرو فايبر من صوب ناعم ومن صوب خشن، راح يختلف عن الموديلات الصغيرة. بالإضافة عندك الحجم، فهذه راح تكون ارتفاعها أكثر، في منها الحجم هذا اللي قدامكم المربع، ونفس ما ذكرنا في منهم عليهم صور نفس هذه اللي تشوفونها قدامكم، وبعضهم يكون نوعيات سادة بالإضافة إلى أنواع أسلحة. فروح على أكبر حجم موجود من ضمن تشكيلة تكميت، هو الحجم اللي تشوفونه قدامكم. هذا الطول ماله راح يكون طبعا ما يكفي بالكاميرا، لكن ينفع حق سلاح الريمينغتون 870. واللي يعرف السلاح طبعا هذا سلاح حجمه كبير، فالقطعة مسوينها على السايز ماله، ونفس الطريقة موضحين لك جميع القطع المتوفرة فيه. طبعا هذه أنواع ثانية متوفرة عندك، مثلا الجلوك جنريشن 4، أيضا AR-15، ومتوفر وايد أنواع من التكميت هذه بأسلحة متنوعة وأحجام متنوعة.